ده هو البرنامج هنستخدمه. نيجي نفتح الـ IDE. ممكن اكتب فيه هنا مباشرة Interactive Mode. ممكن اجي هنا ده في فايل اجي اقوم اقول له New Window. اكتب الكود اللي هنا انا دايره واجي في النهاية اعمل له Run. لكن هنا الكتاب حيقوم يدينا امثلة جاهزة. هنمسك مثال نشوفه حيعمل شنو وحنبدأ نفصله سطر سطر. Open ده الدايركتري الفيو شنو الفيو الإكزامبل الفي الكتاب. هو المثال ODHCHelper. دبل كليك بيفتح معي طوالي. ده هو البرنامج هنشتغل عليه. طيب ده برنامج جاهز كامل. لو جينا قلنا له حسي ران الموديول ده الاوتبوت طلع علي بهنا الاسترينج دي. طيب نحن هنمشي على نفس الفهم بتاع الكتاب. يعني حسي ممكن ناس كتيرين ما عارفين الاوتبوت ده طلع كيف بعد ما نفذنا الكود ده. ما مشكلة حاجة عادية جدا لانه حسي ده الفهم بتاع الكتاب الماشي عليه. وحنبدأ نشرح الكود ده سطر سطر. يعني حتكون فاهمه سطر سطر كلمة كلمة وزيادة كمان.